في الأول كده أنا كرجل أو شاب، لو أنا عايز إن أنا أحب بنت حب جد أو أرتبط بيها ارتباط جد، يعني سيكولوجية الرجل أو نفسيته أو تركيبته، في حاجات تلقائيا كده بلاقي نفسي يعني بقيم البنت من خلالها، وبتأثر في مدى قربي أو ابتعادي عن الفتاة أو الامرأة أو الأنثى دي. في بعض الأشياء انت كأنثى عمرك ما هتاخدي بالك منهم، او في اغلب الاحيان مش هتاخدي بالك منهم، وممكن اذا انت خدت بالك منهم يكونوا لهم عامل السحر ان هم مبدئيا احنا بنتكلم في البدايات يشدوا اي رجل او اي شاب ليكي قوي ويخليه يركز معاكي، حتى لو انت مش جميلة، حتى لو انت مش غنية، حتى لو انت متواضعة في الثقافة بتاعتك. بس الثلاث حاجات دول ملهمش دعوة بقى لا بثقافة ولا بغنى ولا بفقر ولا بكده. اول حاجة الصوت الواطي، الرجل لما بيحب ان هو مثلا يدور على بنت يرتبط بيها ارتباط جاد او زواج او خطوبة الى اخ، دايما تستميل اللي صوتها واطي اكتر من اللي صوتها عالي. ادي نصيحة لكل البنات اللي هم في سن المراهقة واللي اكبر شوية كمان. احنا عايزين برضو قبل ما نكمل الحلقة دي، انا بعمل الحلقة دي بناء على اسئلتكم على الانستجرام والفيسبوك، عشان بتبعتولي وتقولي انت ما تردش رجاء محدش يزعل مني، انا بعمل لكم حلقات كاملة اهوت برد عليكم بشكل مفصل احسن ما ارد عليكم كتابة، فرجاء ادعموها بلايك عشان توصل لبقية اصدقائنا. يا جماعة لو شايفينها مفيدة مش مفيدة ديسلايك وقولولي السبب. يبقى لازم تخلي نبرة صوتك تتحكمي فيها. في بعض البنات نبرة صوتها على فكرة عالية لوحدها، لا الرجل عامة بيحب البنت اللي نبرة صوتها هادية مش عالية، مش ليها صخب، مش تسمع اخر الشارع او كل الموجودين. نصيحة ليك، الحاجات دي بتأثر في نفسيتنا احنا كرجال. لو انا قاعد قدامي بنت حلوة وبنت عادية، انا بتكلم في الشكل واول مرة بشوفهم اهوت ما اعرفش اي حد فيهم، الجميلة دي بتتكلم بالصوت عالي قوي وقوي قوي، واللي هي عادية نص ونص دي صوتها هادي، اقسم بالله مين اللي دي اللي هي العادية؟ اصل احنا تركيبتنا كرجال مفطورة على كده، في اساسيات كده لوحدنا بقى، لوحدنا بنلاقي نفسنا بنحب الحاجة دي. تاني حاجة الابتسامة الخجولة، الرجل بيحب في الانثى تبتسم وما تضحكش بصوت رنان قوي. انا بتكلم في اغلب حياتها. الابتسامة الخجولة، عارفين الابتسامة اللي انت تبص في الارض كده، او مش شرط وشك يحمر، بس ابتسامتك مع نظرتك في الارض، ده اقول لكم ايه، والله زي ما يكون سهم كده بيصيبنا احنا كرجال وشباب في مقتل. انا ممكن ابقى ماشي في الشارع وواحده معديه مش واخد بالي منها، مفيش اي حاجه ملفته، بس عيني تيجي كده الاقيها بتضحك وتبص في الارض على طول، بتيجي يعني بصوا بتشدني. واي رجل كده، لان زي ما قلت لكم التركيبه بتاعتنا بتنجذب للحركات دي، بتنجذب للاشياء دي، واي انثى او بنت تتمتع بالحاجات دي بتبقى مميزه طبعا عندنا، وبنشوفها مميزه اكثر من غيرها وبنتشد لها، وبنبقى عايزين نقرب منها ونحافظ عليها وندخلها حياتنا ونتكلم معاها. احنا كرجال دي طباعنا تمام. فلازم انت كانثى تكوني ملمه بقى بالمفاتيح دي، كل ما يكون معاكي مفاتيح تجننيه تشديه ليكي، خليه ما يستغناش عنك ما يشوفش غيرك. وده هدفنا من الحلقات اللي احنا بنقدمها في قناتنا دي. ايه المشكلة؟ اعرف، ما هقول لكم على حاجة، هل انت ممكن تنجح في امتحان من غير ما تعرف تذاكره او من غير ما تذاكر؟ يعني بالمنطق، اصل في بعض الناس تقول انا مش هغير من نفسي ومش عايز اعرف معلومات. هل انت ممكن تدخل امتحان تتفوق فيه بلاش تنجح، ممكن تنجح بالغش؟ هل ممكن تتفوق من غير ما تذاكر وتكون محضر وعارف ايه اللي يتكتب وايه اللي يتجاوب عليه وتنظم ورقتك ازاي وتبدأ بايه وتنهي بايه؟ ما هو ده يا جماعة فن العلاقات برضو، احنا مش هنضحك على بعض عشان بعد كده ما تجيش تقول اتجرحت او ضحك عليا او سابني وراح لغيري. ما هو احنا بننوركم في حلقات زي ديت، يعني المفروض تكونوا واخدين بالكم. تالت نقطة بقى، ودي ما انتش واخدة بالك منها كأنثى، كشاب دايما صديقاتك بتفرق معايا. انت مصاحبة مين؟ بتمشي مع مين؟ بتكلمي مين؟ بتدردشي مع مين؟ دي بالنسبة لي انا لها مفعول السحر.
عارفة لو انت محترمة ما عليكيش غبار وماشية مع واحدة العكس، عمري ما هثق فيك او هبقى مقلق من ناحيتك، هقول يا عم ده مصاحبة فلانة. حتى لو انت زميلتي في الجامعة، كونك انك بتقفي مع فلانة دي وتتكلمي معاها وتضحكي معاها، خلاص بقيتي زيها بقى. ده انا كرجل بشوفك كده، يعني انا كرجل نظرتي ليكي انا بشوفك كده. لازم تخلي بالك من صديقاتك ويكونوا شبهك، لان الصاحب ساحب، الصاحب بيسحب بيجر. حتى البنت انت ممكن تكوني محترمة جدا وتصاحب واحدة اي كلام تبوظ لك سمعتك خالص. الثلاث حاجات دول اي انثى تخلي بالها او بنت منهم في البداية تاخد عين اي رجل. وانا عارف انا بقول ايه، عين اي رجل تلاقيه لوحده كده، لوحده كده. في كتير من البنات ضحكتها بصوت عالي، في كتير من البنات صوتها عالي، في كتير من البنات تقول لك ده زميلتي وده صاحبتي وده جارتي لازم امشي معاها وصاحبها، ما بتاخدش بالها الناس بتشوفك عامله ازاي لما انت بتقعي في الفخ ده. اعملي الثلاث حاجات دول، دول نصيحه لاي اخت ليا بتشوفني في حلقه النهارده. خلي بالك من النقاط البسيطة اللي احنا يعني نبهنا ليها في حلقة النهاردة، وشوفوا النتائج، شوفي النتائج على المدى الطويل. حتى لو انت خلي بالك مخطوبة في علاقة حب متجوزة مفيش، بص طول ما احنا عايشين نقدر نطور من نفسنا، وطول ما احنا عايشين نقدر ان احنا نتميز ونتفوق ونبقى افضل، لكن نسيب نفسنا ويتراكم بقى الاخطاء وتتراكم العيوب، هنوصل لمرحلة اصبحنا بالظبط عاملين ازاي، العيوب كبسه فوقنا كده وما احناش عارفين ناخد نفسنا. خلاص كبست العيوب فوقنا كده وما احناش عارفين ناخد نفسنا، يبدا الطرف اللي هو مرتبط بينا يدور على غيرنا لانه مل. هو في الاول انا لو بحب واحده ولقيت فيها عيوب بصبر عليها شويه، يمكن تتغير، يمكن تاخد بالها، يمكن احاول اغيرها، يمكن هي مع نفسها. ولكن للصبر حدود، الكلمه دي او الجمله دي في محلها قوي، هصبر عليك يوم اتنين تلاتة سنة، اتنين تلاتة 10، وبعدين هقول لك جبت اخري. هو المشاكل بتيجي من هنا، ولو في مشاكل تانية بتيجي من حاجات تانية غير دي، دي بنسموهم شواذ القاعدة. بمعنى لاحظت كم مرة وانا بتكلم في حلقات العلاقات بعض صديقاتنا تقول اقسم بالله انا ما فيها ولا غلطة وعملت كل حاجة وفي الاخر سابني وراح لغيري، او اعرف واحدة عملت كل ده وسابها وراح لغيرها. ده مش راجل يا حبيبتي، ده شواذ القاعدة، دول أشباه الرجال، ده عنده مشكلة عضوية أو جسدية أو نفسية، ده مش رجل. أنا بتكلم في حلقاتي في العلاقات عن الرجل، أنت مرتبطة أو تعرفي أشباه رجال ما ينطبقش عليهم كلام. أشباه الرجال دول شواذ القاعدة، أنا ما بتكلمش عنهم وما يشرفنيش إن أنا أديكم نصايح إن أنتوا تتعاملوا معاهم. أنا بتكلم عن الراجل اللي هو الرجل، الرجل السوي السليم اللي إحنا بنقوله ده بيأثر فيه وليه مفعول السحر، هو ده هدفنا. اكتبوا لي آرائكم، الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، بحب إن أنا أقرأ تعليقاتكم وأتعرف عليكم من خلال قناتنا التانية اسأل محمد وعيلته، قناة مهمة أوي جميلة أوي فيها دروس وعبر مستفادة، كل يوم قصة، محتاجين آرائكم يا جماعة، يا ريت تنضموا لنا. الرابط دي في أول تعليق ووصف الفيديو، يا ريت يا ريت تشتركوا وتشرفوني، الانستجرام والفيسبوك اشتركوا وبعتولي، خلينا نتواصل اكتر واكتر مع بعض. الى اللقاء وان شاء الله نلتقي.